تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة التوقعات وتوقعاتنا للمرحلة المقبلة اللي رح نشهد فيها ارتفاع بأسعار النفط بالأسواق العالمية، وكمان حنشوف أوكرانيا وبعض دول الناتو رح تستعد لهجوم مضاد على روسيا قريبا، وروسيا أمام انتصارات كبيرة، وكمان حنشوف الملف النووي الإيراني إلى الواجهة من جديد ووفد أممي إلى إيران، وحنشوف كمان تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة، وكمان الأردن وجنوب سوريا أمام تحديات كتير كبيرة مع العدو الإسرائيلي، وتحريك الأوضاع مع العدو الإسرائيلي على الحدود ما بيننا وبين العدو. ضلكم بألف خير وباي باي.